شوف هذيك الكرونولوجيا اللي كنا تنخن عليها دابا. إيه. سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بنا جميعا في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم الأسبوعي ملفات للنقاش. ملفات للنقاش الذي تم تعديل حلقته خلال الصيف 2019 ليصير بثه يوم كل يوم جمعة على الساعة 8 ليلا بدل يوم الخميس. حلقة اليوم لملفات من النقاش نستضيف من خلالها للنقاش والحوار والتفاعل السيد محمد رضا طوجني الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي. ضيف حلقة اليوم أثار الجدل بخصوص فيديوهاته التي يبثها على صفحته الرسمية على الفيسبوك بين مؤيد ومعارض. حلقة اليوم سنخصصها للإجابة على كل التساؤلات والانتظارات والخلفيات والقلاقل التي أثيرت بخصوص كل ذلك. سيد محمد رضا طوجني، مرحبا بك ضيفا لأول مرة على قناة ريمال تي في. شكرا خويا. بداية باش نقربوا أكثر، لأن حاولنا ما أمكن أن الحلقة ديال البرنامج ملفات للنقاش أننا نغيروها في الشكل اللي يكون صيفي شي شوية. شكون هو محمد رضا طوجني؟ غادي نقول لك بما يخص المشاهدين، هو واحد المواطن أكاديري غيور على هذه المدينة هذه، اللي بغينا بحال قلتي عن طريق هذه الفيديوهات واحد الصرخة ديال بركة، بغينا الأمور تزيد لقدام، ما بغيناش داك أكادير اللي الماضي ديالو أحسن من الحاضر ديالو. طبعا هذا الشيء كيحيلنا على طبيعة الملفات اللي كتعالجها تقريبا. وحنا كنعدوا لهذه الحلقة كنتلقى وصلتي تقريبا واحد 400 فيديو. طبيعة هذه الملفات اللي كتعالجها في هذه الفيديوهات اللي كتنشر على الصفحة الرسمية ديالك؟ الطبيعة ديالها وهي كلها كتخص الشأن المحلي، التسيير ديال مدينة أكادير والجهة كلها. ما كاينش نقولوا كنطرق لواحد الملف ولا واحد، كيمكن تلقاني في البيئة، تلقاني في السياسة تسير الشأن العام، تلقاني في الصناعة، المهم كل شيء الأمور اللي يمكن لها تزيد بالمدينة لقدام. واش ما كاينش عندك خطوط حمراء في هذه الفيديوهات؟ ما كايناش خطوط حمراء من غير توابيت الدولة. طبعا من هذا الشيء كله كيتسألوا الناس شنو هي الرسائل اللي بغيتي توصل؟ ماشي رسائل، بارك علينا، هي ماشي رسالة واحدة، لا بغيت نمدل بطريقتي ولكن بالمواطنين اللي كيتصنتوا، المواطنين اللي كيتعاطفوا، اللي كيتجاوبوا معايا، نبدلوا طريقة تسير مدينة أكادير. بارك علينا، يعني أكادير أعطت للناس، كانت في الثمانينات في التسعينات واحد المدينة جميلة اللي كان اللي بغي يجي لها خصو يضرب ألف حسبة وغجي لواحد المدينة زوينة. كيشوف كيفاش ولينا، الرسالة ديالي وهو نحبسه مع الماضي، بركة من الفساد في المدينة، بركة من المفسدين، بركة من سوء تسير. بغينا هاد الناس كلهم يحيدوا ويخليوا ناس اخرين، ما كنقولش انا ولا غيري، ولكن نخليوا ناس اللي بغوا يخدموا المدينة ويزيدوها لقدام. طبعا هاد الرسائل ديالك لما كتوجهها واش المسؤولين للساكنة ولا كلشي؟ كلشي كلشي. إذا كتحاول أنك تهيئ الساكنة منتخبون، ولكن خصوصا الساكنة، كتحاول أنك تهيئ الساكنة لواحد رد فعل تجاه المنتخبين، ماشي تجاه المدبرين ديال الشأن المحلي. بغينا لأن باش يمكن نزيدوا لقدام خاص الساكنة اش غنقول لك تحلى بواحد الروح ديال المواطنة، هذيك روح المواطنة، ونعرفوا عاوتاني كلشي يحس بأنه هاد المشاكل اللي حنا فيها راه سببها هي الساكنة. مني كنقول ساكنة علاش؟ لأنه اليوم إلا عندنا مفسدين، اليوم إلا عندنا ناس غير كيسيئون تسير مدينة، لأنه ما مشينا صوتنا، لأن ما كنديروش الواجب ديالنا، لأن كنبيعوا الضمائر ديالنا بخمسين درهم، مية درهم، وميتين درهم، لأنه كنشاركوا في الفساد، مني كنعطيو الرشوة، مني كان النوار، مني كنديروا بزاف الحوايج، راه حتى حنا مواطنون بركة، خصنا نزيدوا لقدام، ما يبقاش عندنا هذا التخربيق هذا. هذا سميتيه تخربيق. انا بالنسبه لي تخربيق، لان الا بغيتي
مستقبل زاهر لواحد المدينه. ملي كنقولوا مدينه راه البلاد كلها، ما غاديش يبقاو نبقاو في هذيك الحلقه ديال الرشوه ديال الفساد في جميع الميادين. بزاف د الحوايج راه كاين شي حوايج اللي خطيرين بزاف عاد، دونك خصنا نخرجوا من هذا الشيء ونزيدوا لقدام. واش كظن بانه بهذه الفيديوهات حققتي شي حاجه في هذه الفتره كلها؟ شخصيا انا ما كنتسناش نحقق شي حاجه، كنتسنى رد الفعل ديال الناس. ملي كنقول رد الفعل ديال الناس، الى هما الناس ناضت وتحلات بالمواطنه، الناس ناضت وتقيدت في صناديق الاقتراع، الناس ناضت ومثلا شاركات في الشان في تسيير الشان المحلي، راني هذاك هو الانتصار عندي انايا. واش ما كتشوفش بان الطريقه شويه هي محرجه لبعض المسؤولين؟ لا انا مش انا مشغولش مسؤولين. شوف اي مسؤول كاين طريقه ديال التغيير من داخل المؤسسات، من الاجهزه، ما يمكنش لك تغير شي حاجه في واحد الظرف وجيز بواحد الطريقه عقلانيه من غير هكا، لانه يا اما اذا ميؤوس من المؤسسات المنتخبه شوف ومن المؤسسات اللي هي مهيكله في المنطقه. نحط لك سؤال، واش كتظن بان المؤسسات المنتخبه انا نحط لك سؤال، واش المؤسسات المنتخبه بما فيها المجلس البلدي بما فيها المجلس الاقليمي بما فيها الجهه كيلعبوا الدور ديالهم على احسن ما يرام؟ انا كنقول لك لا. ولكن مازال وقت. كيفاش مازال وقت؟ دازت 4 سنين، الناس 4 سنين راه بدات دوله. 4 سنين هذه باش تقيم الحصيله، وكلهم كيقدموا حصيله وكنستهدفهم. اش من حصيله؟ اش من حصيله؟ حصيله ديال المرحاض. المواطن هو اللي غيحكم، ماشي انا. المواطن صارخ، اسمح لي، المواطن صاخب على هذه الوضعيه، هذه ما عجباش الوضعيه، كل شيء ما عجبناش هذه الوضعيه هذه اللي وصلت لها اكادير. واش حنا وصلنا الناس وصلوا في الرباط مدينه الاضواء طنجه فين وصلت وكل شيء فين وصل، وحنا باقيين كنضربوا على مرحاض، كنضربوا على تقبه في الشارع، كنضربوا على الاناره. هذاك شيء محدود وربما ماشي شي حاجه. رجعوا بانه تيقولوا بان الطريقه اللي كتدبر بها انت هذا الشكل باش كتفاعل مع الموقع بنشر تلك الفيديوهات، ربما طريقه ما عجبتش الناس. اه ما تعجبش المسؤولين، معلومه ما تعجبهمش، ما تعجبش المسؤولين، ما تعجبش المنتخب، وما تعجبش بعض اغنياء المدينه، الا غنسميهم اغنياء المدينه، ما يعجبهمش الحال. انا عارفه هذا الشيء. تيقولوا بان انت مدفوع من طرف شي جهه معينه. يعطوني هذه الجهه وانا نجاوب، انا ما عندي ما نخبي. كيقولوا بانك انت مدفوع من طرف التجمع الوطني الاحرار. مزيان. ومن طرف المخابرات، واش هذا الشيء صحيح؟ مزيان، غادي نجاوبك على هذه. الوغ بالنسبه للتجمع الوطني الاحرار، وضحت في واحد الفيديو الموقف منهم، ياك؟ ملي كنقول الموقف منهم كحزب سياسي، كنقولها وكنعاودها، يرتكب اخطاء في التسيير ديالو للحزب اللي غادي يخلصها غالي بزاف عاد. ملي كنقول غادي يخلصها بزاف عاد، نفس الاخطاء اللي ارتكب حزب الجرار البام، راهما جايين ليها ويظنون انهم راه الامور غاديه مزيان. لا ما غاداش مزيان، لان خداو الطريقه ديال البام وغادي يطيحوا فيها. دونك انا ما عنديش، عندي موقف من هذاك الحزب كيف عندي موقف من عدد من الاحزاب. انا ما عمري انتميت لشي حزب، ما عمري دخلت لشي حزب، ما عمري تعاطفت مع شي حزب، لا في الايديولوجيه لا في الافكار، لانه لحد الان لا اثق في شي حزب سياسي في المغرب. غلط، انا عارفه غلط، ولكن هذاك الشيء كنشر دي فيديوهات كي الناس كيقولوا، حتى الاحزاب الاحزاب تيشوفوا بانك انت كتضرب واحد الجهه على حساب جهه اخرى. لا لا لا، كيقول لك كتضرب العداله والتنميه. اعطيني شي حزب سياسي اللي كاين في الجهه يسير شي حاجه. العداله والتنميه عند الجهه الاغلبيه المطلقه، عندها البلديه، عندها اكادير، عندها تشير، عندها ينزقان، ايت ملول، عندها تارودانت، عندها هوار، وعندهم كل شيء. شنو غنمشي ننتقد؟ واش غنمشي نخرج انا شي واحد من شي حزب؟ لا، راه هما اللي كيسيروا كل شيء. دابا غنمشيو لحاجه اخرى، هي المخابرات. واش اولا المخابرات محتاجه لرضا ولا محتاجه لسعيد ولا شنو هو باش ماشي انا ولا شي واحد اخر؟ ها بلاتي، هذه وحده. الثانيه المخابرات، واش المخابرات هي جهاز عدو للبلاد؟ لا، راه المخابرات اداره اللي كتعمل باش تصلح البلاد، وكتخدم في هذا الموضوع من الجانب الامني، من الجانب الامن السياسي وحوايج اخرى. دابا غادي نمشيو عاوتاني، واش المخابرات محتاجه الرضا مثلا باش تطيح العداله والتنميه؟ ولا غادي يعيطوا عليه في التليفون وغادي يقول له حيد؟ راه غادي يحيد، على كاين شي واحد غادي يقدر يوقف وجههم؟ واش كاين هذا الشيء؟ كيفاش كاين؟ يقدر يوقع زعما يقول حيد ويحيد، من اسهل ما يكون. مزيان، نمشيو من وراء هذه الفيديوهات. وصلتي تقريبا 400 فيديو كيقولوا بان هذا الشيء ما تيديروش بوحدو محمد رضا الطوجني، هذا كاين من وراءه فريق، من وراءه طاقم. ماشي سهل بهذيك البساطه وبهذيك السهوله انه
تقريبا التردد ديال الفيديوهات عندك تقريبا الا ما كنقولوش معدل يومي نقولوا فيديو كل يومين كتنشر فيديو بهذاك الشكل، يعني خصك تكون بين قوسين متفرغ لهذاك العمل تتصدى له. والانسان معروف الحياه ديالو بانه عنده مشاغل اخرى باش انه تفرغ وتمشي وتصور بهذاك الشكل. واش هذا الشيء كديروا بوحدك ولا كاين واحد الطاقم ديال المناضلين الا بغينا نسميهم مناضلين، لانه هذاك هذا العمل اللي كنقوم به هاد المناضلين هادو هو طاقم ديال واحد تقريبا 14 ديال الناس شباب بنات ودراري اللي كيقوموا به هما غير التدقيق في الملفات واقتراح الملفات، كنقراو شنو كيصيفطوا لنا المواطنون شنو كيتفاعلوا معك كيقترحوا لك في كيقترحوا هذاك الشيء كدير الايميل ديالك معلوم الناس كيقترحوا علينا ملفات والدراري ولا الفريق كندقوا في المعلومات. هذا فريق فريق متطوع ولا فريق متطوعين كاملين شباب متطوعين اللي كيبغيو مدينة كادير اصدقائي، وكاين الناس اللي التحقوا بنا غير هكاك وعرفناهم مواطنين وكل شيء كنحقوا كيمشيو قبل مني قبل مثلا انا غادي نمشي غندير واحد ريبورتاج على جهة ما، هما راه كنمشيو جوج سيمانات قبل مني كيدخلوا كأناس عاديين كيشوفوا كيردوا عندنا الاخبار كيصوروا بطريقه احترافيه، ولكن ما غنشروش دوك الصور ولكن كناخذهم كحجاج وكنرجع عاد في الاخير كنجي انايا باش ندير الفيديو ديالي. يعني دابا ماتيريال سوفيستيكي كدير هذه العمليه قبل ما تنشر هذاك الفيديو اللي هو تيبان الناس بانه راه تيديروا كاين تجهيزات درتو جنيب وحده درت واحد استثمار بسيط في الماتيريال متطور جدا ماشي اغلبه كاين في المغرب كاين شي حوايج جبناهم من برا ماشي مشكل. دابا كتقول بانه عاوتاني هذا كياخذ وقت كتعرف بانه خديت كل واحد في حياته في واحد الوقيته كيدير واحد البريك الا بغينا نسميوه. كاين اللي كيقول لك انا هذا العام ما غندير حتى حاجه غنمشي ندير ندور على العالم كله، كاين اللي كيقول لك انا غنقابل شي حاجه شي هوايه شي حاجه. انا خديت هاد الايام كلها هاد الشهور كلها ومازال عندي شويه الوقت اللي الاكادير حتى من كان عندي مشروع في ايموران خليته ما كنقولش لحتو لا خليته، عندي مشروع في الدار البيضاء الحمد لله غادي مزيان موفق ان شاء الله، وهذا الوقت كله كان خصص دابا نص نهار في اليوم باش كان على قبل هاد الفيديوهات ديالي باش كترصد عباد الله ما ترصد عباد الله لا، ولكني كنتلاقى مع الفريق ديالي في الصباح بكري كنرتبوا الامور ديالنا وكنتوكل على الله. طبعا هاد الفيديوهات كلها كانت فيها قلاقير كان فيها اخذ ورد كانت فيها تعليقات لا في الصفحه ديالك ولا في عند الفاعلين، وكان ايضا واحد النقاش نقولوا حاد كان خصام كانت تهديدات كانت ضغوطات كانت مساومات كانت وساطات كل شيء تحكي لنا في هذا الشيء واش هذا الشيء حقيقه ولا غير ربما حلم وحنا كنهيئوا البرنامج. كانوا شي حوايج اللي كانوا حتى في هذا الاسبوع هذا كانوا شي حوايج خايبين، ملي كاين الحوايج خايبين كاين طرائف كاين بزاف الحوايج. ايوا عندك الناس اللي كيجي وبغى يشريك غير باش تسكت غير بعد منا، كاين اللي بغى يسكتك كيفاش كيشريك بغى ما باش انه ما باقيش لا تنشر عليه الفيديو ماشي تنشر عليه ماشي على شخص ما كتعرف حتى شكون الجهه كيقول لك اسيدي حبس لنا غير هذا الشيء حبس هذه الفيديوهات صافي سالينا الفيديوهات كلهم كلهم كيقول لك احبس هاد الفيديوهات وانا مستعد ونمول لك وندير لك ونفضي وهذا ما كتعرف حتى شكون هاد الجهه هادي. كاين اللي جاك مباشره لان دويتي على التلوث ديال شي حاجه هو كيحس براسو هو اللي مقصود يا ودي راه ما قصدكش انت حنا قاصدين على هاد الشيء كله لان الناس راه كضروهم كديروا حتى العشيه ولا هذا مصيفط لك شي واحد مصيفط لك شي جمعيه مصيفط لك رئيس شي حاجه وكيتمجي عندك. دونك كاين بزاف الحوايج اللي وضغوطات تعرضتي ليها ضغوطات لا ولكن نقدر نقول باش ما توقف هادشي ولا غير على الاقل لا ضغوطات لا ولكن ماشي داك الاسبوع كانت عليك كانت عندك ضغوطات وقلتي راه الفيديو ما غنطلقوه حتى اليوم الاربعاء لا حاولتي ما يمكنت تشوف كنت لا جس نبض السوق كي داير شويه لا ماشي ضغوطات. كنت سافرت هاد الاسبوع اللي فات واحد ربع ايام لاسباب عائليه دونك مشيت للدار البيضاء قضينا غرضات وجيت انا ووليداتي ومرتي هذه وحده. ثانية ملي كنقول ضغوطات لا ولكن كاين مسؤولين ماشي مسؤولين كاينين رجال اعمال كبار في اكادير اللي مشاو كيشوفوا في الرباط اشنا هما الطرق لاسكات رضا مع مسؤولين ساميين وفي خبار كانت شي بهذا الحجم هذا كاين ناس كاين الناس اللي كيتعاطفوا معايا اللي كيعيطوا كيقول لك راه رجا فلان و رجا كيتشكى عادي وما تقلبش عليهم على شي حل انه توقف هذا الشيء لان علاش واش انا درت شي حاجه لصالحي ولا درت شي حاجه للصالح ديال شي شخص ما هيك هذا الصالح العام انا كندوي غير على اكادير
حنا بغينا هذه المدينه تزيد لقدام، راه ما يمكنش تزيد لقدام الا ما حبسناش شي تصرفات، ما حبسناش شي حوايج اللي مسيئه في تسيير الشان المحلي. طبعا هذا كيجرنا المساله ديال الخصام والعلاقه ديالك المتوتره مع بعض الفاعلين وصلت لدرجه القضاء، ورئيس الجماعه الترابيه الاكادير انه قاضك في 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 محطه ورفع بك دعوى قضائيه الى جانب الرئيس ديال الجماعه ديال 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 تشيره، وما عرفناش واش كاينه ملفات اخرى للزج بالقضاء. واش كتظن بان هاد الناس ارادوا اخراس محمد رضا طوجني، ولا انه حسوا بانهم تضروا جراء ما نشرته عنهم؟ لا، هو تضروا، معلوم تضروا، وبغيت ناكد من هذا المنبر اليوم انه ديك الدعوه القضائيه اللي داير المالوكي رئيس مجلس البلدي ضدي، راه لا اتراجع عن تصريحاتي، اؤكدها ولو الادانه ديال ابتدائيا في المحكمه، ولكن ثقتي في القضاء وفي الاستئناف عاد غنتكلموا. هذه وحده. اذا انت غير راضي على القرار اللي كان ابتدائيا ماشي غير راضي، شوف حكموا بست شهور ديال موقوفات التنفيذ وغرامه فيها 100,000 درهم. ياك انا ثقتي 10 مليون سنتيم 10 مليون سنتيم، ثقتي في القضاء كبيره، ما عنديش مشكل، ولكن اش غنقول لهذا السيد القاضي ملي كاين مسؤول في مدينه اكادير قتل واحد السيده دايزه في ممر راجلين لانه جاي بسرعه جنونيه وقتلها وماتت وهذا، وحكموا عليه في الغرامه فيها 5 مليون ديال سنتيم، واش الروح اللي هي اغلى، ولا حيت كنقول لفلان انت كتشد على دوك السفريات ديالك قد دير الفلوس اللي حكموا عليها ب 10 مليون؟ كاين خلل ما، ولكن كنبقى كلي ثقه في القضاء ديالنا. ماذا لو انه القضاء مشى ابعد من ذلك وايد القرار استئنافيا؟ الشرف كله ليا، ياك لصالح المدينه. ايه بالعكس الشرف. واش ما غاتشوفش بانك خص تعتذر لاخر الحقت به ضرر كيف ما بغى يكون؟ لن اعتذر، لانه انا كاين عندي الحق في داك الشيء اللي قلت، وكاين وثائق القضاء راه اكد الحكم ديالو. شغلوا القضاء، انا بيني وبين نفسي انا ما كندير شي حاجه على القضاء ولا على هذا ولا عمر ولا زيد، انا كندير عن قناعاتي، مقتنع بداك الشيء اللي كنقول وبالوثائق. القاضي هذيك الوثيقه اللي عطيناه ما شافهاش، شغلوا هذاك في الاستئناف الى هما اكدوا داك الشيء، شغلوا هذاك، ولكن كله شرف ليا. بو عشرة اليوم رئيس المجلس البلدي ديال تشيره حتى هو حط شكايه يتكلم، قال لك لا لان طولت عليه، ولا ما بغيتش سي بو عشرة نلومو، ولكن انا بغيتو غير يجاوبني على دوك الفيديوهات بنقطه بنقطه. واش كاين شي مسؤول شي منتخب كيشري ارض ب 200 درهم للمترو في الجماعه الترابيه اللي هما كيسيروها وغيرها وغيرها؟ واش كاين؟ انا بالنسبه ليا في العقار مارتو كيبا في الجيره، مارتو كيبا في عدد من النواحي تما، هم جرائم بمعنى الكلمه اللي خاص نورمالمون النيابه العامه تجي تحل تحقيق وتحقق في هذه المواضيع هذه. كلشي داكشي اللي نشرت خصو تحقيق، هذا الشيء لان ما جبتوش من الاخر. حقك دير رساله كاع للوكيل العام ويفتح فيها تحقيق. كنتسناه هو ينوض، هو ينوض يدير يحط يحل تحقيق في الموضوع، ماشي انا غنتبع كل واحد. كاين المجتمع المدني، فين هو المجتمع المدني في تشيره؟ فين هو المجتمع المدني في انزكان؟ انا البارح ولا السيمانه اللي فاتت كاين اختلالات ماليه في المحطه الطرقيه، كاين ما اختلالات ماليه في الكرنا، كاين يا سيدي وفين هما؟ فين هما؟ فين هادشي؟ اكادير ولا فين؟ زكان. فين زكان؟ فين زكان؟ طبعا هاد الناس المدبرين للشان المحلي لا في انزكان لا في اكادير ولا في تشيره تيقولوا بانك انت تستقصد بزاف، انك تريد ان تسيء وتشوه السمعه ديال البي جي دي على حساب جهات اخرى وهيئات اخرى. ما يسيء البي جي دي وانا ما كنذكرش هذا، لان ملي كنقول البلديه ديال انزكان راه كتلقى فيها تحالفات، كتلقى البي جي دي والاريني وغيرها، انا كنذكر البلديه. ما يسيء الى العداله والتنميه هو طرق تسيرهم، طرق تسيرهم هي اللي تسيء لهم. واش ملي كنصور لك المحطه الطرقيه ديال انزكان، انا اسات الى رئيس المجلس البلدي، ما اساء له هو داك الشيء اللي شفنا. خانز الكرنا ولا الباطوار ديال انزكان يجب ان يغلق من غدا، لان كنوكلوا للمواطنين السموم. سميتو المحط سميتو هذا السوق ديال الجمله اللي كاين في انزكان حتى هو كاين اختلالات فيه،
وحرام داك الشيء يبقى في الوقت اللي كيمكن لينا هذوك الفلوس يدخل لخزينه الدوله وبزاف الحوايج. هذا الشيء تيبين بانهم ما كتلقاش انت مسانده من هيئات سياسيه ومن جمعيات اللي كتصدى انها. انا كندير اللي عليا عن قناعه والكمال على الله، هما اللي خصهم يقولوا رضا. قلتي بانه كاين واحد الاختلال هنا، عطيونا الحجاج وحنا غادي نوضوا غادي نازروك وغنديروا شي حاجه. هادشي كله عندك عليه ادله زعما ملي ما عمري جبت شي حاجه بلا الورقه ديالها. كل شيء اللي كنقول بالورقه ديالها، كل حاجه بالورقه ديالها. الاعيان ايضا كيتشكاو كيقول لك اودي انت كتقصدهم وكتمشي الملفات اللي ما كطارش والهدف ديالها هو هدف اخر غير نقولوا توعيه الناس ولا مزيان. ولا لما كيكون عندك سوق تجاري في انزكان. حنا كنهضروا على الشق ديال المتعلق بالاعيان. اي انا كنهضر انا جاي انا جاي كالاعيان. لما كيكون عندك بزاف ديال لما كيكون عندك سوق تجاري في انزكان كله اختلالات، جرائم الاموال داخله، تحقيقات في ديال المحكمه، المجلس على الحسابات، كل شيء داخل فيه ياك. وانا كنقول السي فلان الله يرحم لك الوالدين راه اش كاين اش كاين اش كاين، الملاير مشات. لما كنمشي للانزا وصحاب المعامل وكنقول لهم يا ودي راكم ملي كتلوح الماء الخنز ديالك جوج طون ديال عبرتيهم زعما جوج طون مصادر موثوقه، ملي كتلوح جوج طون ديال الماء ملوث في البحر يوميا يعني 60 طن في الشهر كتقتل السياحه. داك الحوت اللي كاين تما كيصيدوه الصياده وكيعطوه للناس ياكلوه. شي خطير كتقول ما يا اخي راني صورت داك الشيء بالفيديو وهكاك داك الشيء غادي للبحر كله. ما بغيتش ندوي على شاطئ اكادير، واش اللي جاي لاكادير لما نقولوا للناس بالوثائق بان شاطئ اكادير ما خصكمش تعوموا فيه راه خطير هذا الشيء لهذ الدرجه كاع في اكادير رغم انه مهم. خلينا ساكتين كي تيقولوا وخلي الامور غاديه واللي مرض يمشي عند الطبيب يشوف المشكل شنو هي. وراه احنا بغينا الحلول. ها علاش كنضرب؟ لان واللي دويتي معاه من الاعيان كيقول لك وانا 40 عام وانا هنايا اش طرى للناس، انا 30 عام وانا هنا وانا كنخوي في هذا هو واش طرى للناس. وعلاش خليتي هادشي حتى لدابا؟ نقولوا انه حتى 2019 ماشي 2019 ولا 2018 19 عاد بديتي هادشي وانت عشتي في اكادير واحد المده كبيره. انا نقول لك انا كنت في ملف الصحراء، كنت مناضل في ملف الصحراء لمده 25 عام 26 عام. علاش بديت النضال في 2018 في هادشي؟ لان كان واحد المرحله ولا واحد الوقيته ولادي ومرتي ما بقاوش بغاو يبقاو في اكادير. يعني كيقول لك ماشي ما بقاش بغيو في اكادير، بغيو يخرجوا من المغرب نمشيو نستقروا في شي دوله واحده اخرى. وبعد الاخذ والرد معاهم كل شيء اقتنعت غنمشيو كيف كيديروا الاغلبيه ديال المغاربه اللي عنده 4 دريال كيزيد في حالاته. راه شوف غير في اكادير اللي حنا ولاد اكادير وكنعرفوا شحال من واحد مشى على ذكر الولاد. كيقولوا الناس بانك انت ماشي ولد اكادير وتفتحوا ملفات اكادير، علاش ما تفتح ملفات اخرى ديال مدن اخرى خارجيه السوس ماسا؟ هذا غير بين قوسين. ايه ولكن شنو هي بعدا ولد اكادير؟ يعني ابن اكادير. انا جيت لاكادير عندي 10 سنين ولا 9 سنين، هذه وحده في عمري 50 عام. كتعرف لو مشيت سكنت فرنسا مثال 5 سنين غادي ناخذ الجنسيه وغنولي مواطن فرنسي، وانا كنصوت ويمكن لي نمشي نتقدم الانتخابات وبزاف الحوايج. حنا عاد باقيين كندويو في هذه الحساسيات غنسميها تافهه. حنا اليوم اي واحد عنده شي حاجه ايجابيه قيمه مضافه للمدينه مرحبا به، الله يجعلو يسكن غير نهار. ولكن انت كتنشغل فضائح، ما كتشوفش حاجه زوينه. انا كاين شي حوايج زوينين في المدينه. اعطيني شي حوايج زوينين. انا ماشي تنقول هذا الشيء، انا نعيد البرنامج وكنسمعوا استطلاعات الاراء ديال الناس. مزيان. انا في الصفحه ديالي شحال من خطره كنقول الناس عطيوني شي حاجه زوينه. انا كندور في اكادير، راه ماشي غير شاد عليا داري، كندور في اكادير. انا بغيت شي حاجه زوينه في اكادير، شناهي؟ ما كايناش. عطيني انت وحده، عطيني غير وحده، غير وحده ونجاوبك عليها. ما نقدرش نقولها في البرنامج، ولكن لا عطيني غير وحده. كتوصل بمجموعه الاقتراحات ومجموعه ملي كنشرها كتوصلني 800 اقتراح 900 اقتراح، ما كايناش وحده زوينه. اكادير وفلا شناهي هي اكادير؟ اكادير وفلا مسدوده، المرصى ممنوع الدخول لها، البحر حالته يرتاله مكرفص مسخ، الرمله جوده مكرفصه. قولي فين غنمشي؟ فين غنخرج انا وليداتي نمشي؟ ملي مشينا للدار البيضاء قدينا الاغراض وحنا غير كندورو السينما. سير ديهم لي سال، سير دي لي سال دو جو اللي ما عندناش في اكادير. طبعا عندي ولادي انا الكباري. مزيان هذا الشيء. نرجعوا للنقطه ديال العداله والتنميه، لانها كتير واحد النقاش على مستوى عند الراي العام وعلى مستوى حتى المواقع ديال التواصل الاجتماعي. واش كيشوف محمد رضا الطوجني بان الدعاوي
اللي رفعوها هاد المسؤولين اللي كينتموا لحزب العدالة والتنمية سيخرسون صوتك في واحد المرحلة إلى نفذوا عليك هادوك الأحكام. سيقوينني ياك غنتقوى مازال. هذه راه تراكم هذا ابتدائي، حكم هنا حكم هنا حكم هنا كاين تخلص هذاك الشيء كله. كاين الوغ كاين حكم، كاين واحد الدعوة واحدة أخرى هي جاية في الطريق. ديال من؟ ديالهم نيت ديال العدالة والتنمية، واحد عضو في العدالة والتنمية هو جاية. هذه وحدة. ثانيا باش غادي نخلص ما عنديش مشكل في الخلاص، وأي دعوة جات مرحبا بها، وكل حاجة غادي تجي إلا وغتقويني مازال. إذا أنت رغم هذه الدعاوي القضائية تفاهات بالنسبة لي، ما غيخرصوش الصوت ديالك تفاهات، وما غتعتذرش لهم رغم أن القضاء أنصفهم. لا، يجب أن يعتذرون هما الناس ديال أكادير والناس ديال سوس كاملين على سوء تسيرهم، وعلى بعض فيهم ما كنعممش بعض فيهم على الجرائم اللي ارتكبوها ضد ساكنة سوس. هذا كيجرنا أيضا اللوم اللي كاين عليك هو أنه أنت ما كتقتربش من الملفات ديال عزيز أخنوش، ديال استثمارات ديال عزيز أخنوش، بالمقابل تحاول أن تحرق جلد البي جي دي. مزيان. أخنوش ذكرت عليه لي فيديو سبعة المرات إلا بغينا نقوله مقصود مباشرة. بالنسبة لي عزيز أخنوش شي واحد تاني أغنى رجل في المغرب لم يستثمر شي حاجة في سوس كاملة. ما عندناش معامل، ما عندناش المول، ما عندنا حتى حاجه. دونك انا كنتقدته شحال من مره. سي اخنوش انتقدته في مارينا، ديما مسخه مارينا، ما كانش لا هو باش صافي دابا في الدار داك الشغل مارينا. لا ما باش، لا تاكدت ما باش، باقي هو والشريك ديالو عندهم صراع بجوج في ديك مارينا، وراه كاين فيديو عليها وغنشرح طبيعه الصراع اللي بيناتهم وعلاش ديك مارينا وصلت لديك الحاله اللي وصل لها دابا. وما كانتش وساطات من طرف، وانه هذاك الملف تاع هو كما قلتي بانه تلقيتي وساطات من اعيان وتدخلات من جهات معينه. لا، اللي جا يتوسط في اي ملف كنعاود نحط ليه السؤال بشكل واحد اخر، واش انا غلط؟ اذا انت ما كتقبلش الوساطه، داك الشيء اللي غدير غديرو. لا، اللي في راسي راه اللي في راسي، اللي في راسي في راسي، وغلي هذا غنديرو غنديرو. هذا كيجرنا لطبيعه الملفات، شرطي بانه كتركز على التلوث ديال البيئه، السكن الاقتصادي، كارثه الفلاحه، تدبير الشان المحلي، ولكن كاين ملفات ما كتقتربش ليها. بحالاش؟ بحال مثلا نهضروا على المشكل ديال العقار والازمه ديال العقار اللي كاينه في كادير بطريقه اخرى. كندوي على السكن الاقتصادي والجريمه اللي ارتكبت في اكادير، والنواحي ديالها هو داك السكن الاقتصادي. ملي كندوي على العقار انا كنقولها ديما بانه كاينين بعض العائلات، انا كنقول مزيان عائلات اللي خانقين اكادير وشاري العقار كله، وهما سبب هذا الركود، من ضمن الاسباب ديال الركود ديال المنطقه، واللي ما خلاوش حتى شي مستثمر يدخل لاكادير لانهما شادين العقار كامل بين يديهم. لا، كاينين ناس مستثمرين خارج اكادير واستثمروا في اكادير باريحيه وحتى هما استفدوا. ما نكرهش. مشاو للمجال الغابوي، مشاو للمجال الغابوي. لا، حتى في الحضارين في وسط المدينه انا كنعرف مشاريع. صعيب شويه، صعيب شويه. انا الساكن في الساكنه كاين مثال ديال المستثمر اللي هو ماشي ولا المنطقه. لا، انت كدوي لي دابا واش كدوي على السكن الاقتصادي؟ انا كنهضر عموما على العقار. لا، العقار انا ضد اي واحد كيمكن له يجي هنا ويستثمر، ما عندناش مشكل، ولكن راني كنعاودها ونرجعها، اكبر جريمه ارتكبت في اكادير واللي مازال غادي نخلصوها في العشر سنين اللي جايه، ماشي دابا، لان دوك الناس المافيا العقار ما كنسميش مستثمر عقاري، لان المستثمر العقاري هو اللي كيدير واحد المشروع كتكون المشروع كله قيمه مضافه للمدينه. ياك اليوم انا بالنسبه لي في هذا كل شيء، هذا الشيء اللي كيتبنى في اكادير من مشاريع عقاريه راه مشروع واحد اللي كاين نقولوا قيمه مضافه للمدينه، هو داك اللي في الخرجه ديال اكادير، لان فيه الجماليه، فيه منفسين، ما الزناقي واسعين. هذا الوحيد اللي كنشوفه انايا مشروع عقاري ديال بصح. هذاك ما تقربش ليه. لا، ماشي ما نقربش ليه. نهار بغى نهار حيد الزيتون راه مشينا وقفنا ليه تما بالطوموبيلات، راه مشيت انا، مشاو المناضلين توفيق سميده وكل شيء، راه مشينا حبسنا التراكس، وما عندنا ما نديرو، لان جهدنا درناه، ندت ودرت فيديو، لان مشاد داك الزيتون كله اللي حيد من تما وداه لواحد المقبره ديال سميتها انا مقبره، هذه واحد الارض زبل ولاح فيها هذاك الشيء، داك الشجر كله عند راسه راه دفنو، ولكن عقاريا معماريا دار شي حاجه زوينه. اللي بقى كلهم جرائم، هذوك القيطويات راه من بعد غادي نخلصوها، ماشي دابا، من دابا واحد 10 سنين اكادير غتكون في واحد الازمه
قداشنا هي ديال اللعب على قبل دوك القيطويات اللي تبناو. غير كاين شي حوايج مزيانين في قدام منهم هذاك الشيء اللي قلتي انك شتيه واحد المشروع اللي هو شويه. ملي كنقول مشروع شي حاجه زوينه وهو تعطيني جرادي زوينين، هو تعطيني واحد لوزين اللي مخدمه لي واحد 500 الناس في واحد الظروف مزيانه وكل شيء، تعطيني سينما، تعطيني مسرح، تعطيني ترام، تعطيني شاطئ زوين. ولكن شي تراكمات ديال سنوات ماشي ديال الفتره ديال التدريب. يا اخي ملي كان ما يمكنش نحملوا واحد مدبر الان في 2019 ولا في 2018 وكاين تراكمات ديال 20 سنه ولا 40 سنه. اشنو فيها الحمد لله ان اكادير كان فيها الزلزال، كون ما فيها الزلزال لا كون بقينا كارثه، كون وقعت اكادير شي حاجه اخرى. شوف اش فيها، انا الشاطئ اكادير هو القوه اللي عند هذه المدينه هذه. هذا الشاطئ هذا تصور معايا اشنو خصنا الا هزينا التليفون وكومودينا واحد الاله كتنطوي داك الرمله كل صباح في الفجر في الخمسه الصباح، ومن يجي المصطف ولا يجي داك السائح يعوم ولا ود المدينه يعوم كيلقى واحد الشاطئ زوين. واش هذه خصها العبقريه وخصها اربع سنين ديال القرايه ولا اربع سنين ديال التسيير؟ هذا ربما امكانيات ما كاينش امكانيات. الماكينه كتسوى تقريبا 250 مليون، كيدوزوا الطرقات بالملاير وكل شيء واقف اكادير كلها. اعطيني مشروع واحد كملوه. طبعا هذا يجرنا الفيديوهات اللي كتنشر. ناخذ غير واحد النموذج اللي كنتي في 16 ماي وجهتي واحد الرساله للمدير العام للامن الوطني وسميتيه، نقولوا انه استغاثه في اكادير في الوضعيه ديالها. كيقولوا الناس بانه الاداره العامه للامن الوطني استجبت مباشره النداء ديالك وتواصلت معك في الوقت اللي ما استجبتش النداء ديال الناس اللي كانوا كيتشكاو من مجموعه من الظواهر اللي تفوق القدرات والامكانيات والموارد البشريه اللي كاينه في اكادير عند الاداره العامه للامن الوطني. اولا انا باغي نحيي الناس ديال رجال الامن، هذه وحده. الاداره الامن الوطني ماشي انا اللي كنقول، كل شيء موافق على هذه القضيه هذه. اذا انت غير جيتي كملتي ماشي. لا انا غير بحال قلتي غير السبب، ماشي مال الصيغه ديال ماشي هو السبب. لا غير السبب ماشي السبب، انت جزء من فوالا. لان الساكنه كلها كانت كتستغيث بهذاك على الوضعيه الامنيه اللي كانت في اكادير. غير في اداره الامن الوطني عندهم واحد السيد اللي يقدر يدير واحد المانجمنت ودور به واحد الفريق، هو الحموشي دور به واحد الفريق رائع ديال الشباب وهذا اللي خدامين وكيتجاوبوا. شوف غير الطريقه كيفاش كيتجاوب، كيفاش تحضرات الاداره الامن الوطني، كيفاش الامكانيات وجدوها، كيفاش بزاف الحوايج، كيفاش كتجاوب مع السكان ديال المغرب كامل. انا ما كنقولوش راه هما بارفي 100%، مي غير وصلنا 70% في واحد المغرب الحالي راه انجاز كبير. دونك ها هما تجاوبوا مع الساكنه، ها هما صيفطوا البوليس، ها هما صيفطوا الامكانيات الماديه، بقى لنا ديك المقر ديال ولايه الامن خصو يتحول لان ظروف العمل ماشي تما ولا تستقبل المواطنين. يا غدير شي فيديو ثاني عليها. لا درت شحال من خطره ولا ما طلقش منهم. انا كنقولها ما طلقش منهم، ما طلقش من تيديروا شي مقر جديد، تيبدلوا لنا المقر جديد. كيف ما طلقش من الناس ديال الوقايه المدنيه تيصيفطوا لنا الامكانيات، حتى هما راه عندك موجد لهم واحد المقلب من داك الطراز العالمي. كنقول مقلب غادي تشوفوا زوين وغنخليها مفاجاه، لانه ما يمكنش هذوك الهريسات ولا هذوك دوك الطوموبيلات يديو فيهم الناس. الامكانيات بعدا قلال، الوقايه المدنيه خارج بحوايج كلهم مشروطين، راه صورتهم شحال من خطره حشومه كاع، الطوموبيله مدقدقه. دونك ما يمكنش، خصنا شي حاجه جديده اللي كت المدينه. كنا بين نحر واحد المكالمه هاتفيه كي معك، مع الاسف انه انقطع الخط. نرجعوا لاحدى الفيديوهات اللي هضرتي على الغضبه الملكيه قبل ما ننتقلوا لهذاك الفيديو. حر واحد المكالمة هاتفية. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. بخير الحمد لله، الله يبارك فيك. شكون معنا؟ غير الله يخليك، الله يجازيك بخير. بعيد شوية على الهاتف ديالك باش ما يكونش واحد التضاد، واحد التضاد بين فتح ديال الفيديو ديال الصفحة الرسمية ولا على الموقع ديال اليوتيوب وفي نفس الوقت أنك تواصل معنا. تفضل، اسم كريم. اسمي حسن الضريبه. مرحبا سي حسن، تفضل. بغيت انا نسول، بغيت انا نطرح شي مسائل حيت انا من عام تيسنت وخدام في طازا. ايه تفضل. وكنجي لان خليك نناقش ملاحظات اخرى على هذيك ديال ديك المحطه. واش هذيك المحطه ما بقاش تبدلو تحولها من تما؟ واحد الحاله اخويا واحد الدوغرا اللي علاش نقول لك؟ راه حبوا الناس غير كيقولوا لنا كيجيو عندنا شي حاجه حنا نحطها في قهوه. ضريبه. كاين عند الناس هنا شي حاجه شنو يقولوا دابا دي راه مزيانه، ولكن اخويا راه الوسخ والشنتاله ومصطي وداك الشيء ما فهمتش اخويا. واش راه هذوك الناس ديال المسؤولين ما كيجيوش شي حيت هذاك راه بالضبط شنو يصور واحد الروبورتاج هذيك البلاصه زوينه صراحه. هذاك الروبورتاج
مزيان بالنشر، وكنشكرك على القضية. شكرا شكرا لك سي حسن. شكرا. ندير واحد التعقيب بسيط على الانين ديال سي حسن الدربده اللي هو الابن ديال المنطقه ديال تيزني. تفضل سي رضا. لا، المحطه الطرقيه هذه اللي كتكلم عليها ديال اكادير درت عليها واحد الفيديو، ومازال واحد اخر جاي هاد اليامات ان شاء الله، لا تليق بمدينه سياحيه ولا ساحليه، لان حتى ذاك الكلمه ديال السياحيه يمكن مشات لنا في اكادير، نسميوها منطقه ساحليه لا تليق هذيك حتى بشي دوار، لان مسخه سوء تسير فيها اللي بغيتي، مهرسه محشومه كاع. رجعوا الفيديو ديال الغضبه الملكيه، وصلتي وتجرأتي انه توصل لهذا المستوى، انك واش سالوا كاع الملفات باش تطلع على هذا المستوى هذا النيفو؟ لا، من باب المواطنه. زعما سالوا الملفات اللي هما شوف، من باب البريمير سيري كما كيقولوا، من باب المواطنه والحب ديالي للبلاد والولاء ديالي اللي معروف للملكيه كيف كاع المغاربه، كاين واحد الحاجه اللي كدار لمده سنوات حنا كنشوفوها، واحد الوقيته خصنا نقولوا بركه، مادام القصر الملكي ما دارش هاد سميتها لا غومارك، هاد الملاحظه درتها انايا ودرتها في الفيديو، وقلت يا ودي ما يمكن شي جريده الكترونيه ولا ورقيه تكتب غضبه ملكيه على، لان ملي كنقولوا غضبه ملكيه يعني دابا عاهل البلاد كيولي مزاجي، كيفاق الصباح ما عجبوش الحال، لا كنغضب صافي ما غاديش، لا ماشي بحال هكاك الامور، ماشي بحال هكاك وماشي بهذيك السهوله. جلاله الملك عنده مستشارين، كاين اجهزه، كاين تقارير، كاين كاين كاين، وغادي داك الشيء عمودي، دونك ما كيتخذ واحد القرار الا على اساس كل شيء هاد الامور هذه. ملي شتها ما دارتش قلت درت واحد الفيديو وقلت الله يخليك السيد اللي مكلف بالتواصل في القصر الملكي، عافاك الا ما قدرتيش تجمع مديري النشر ديال هاد وسائل الاعلام وتخبرهم وتقول لهم يا ودي راه ما تبقاش تستعملوا هادي، راه خصك تستقل، سير في حالاتك اخويا وخلي. كانت عندك هاد الجرأة باش انك؟ ماشي جرأة، كنبغي بلادي، ماشي جرأة هادي، كنبغي بلادي، لان شوف القصر الملكي راه ما يمكنش يكون عند واحد الشخص اللي هو عادي لا 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 ناشط في الفيسبوك ما بهذا الشكل. شوف القصر الملكي غير باش تعرف واحد القضيه، القصر الملكي اداره من ادارات المملكة، هذه وحدة إيه أكبر إدارة ولا أهم إدارة في البلاد، ولكن راه الناس غالطين لأن كيخلطوها مع إدارة أمنية، إدارة خطيرة، إدارة اللي ما عادش كيديروا فيها، بالعكس ملي كتحط رجليك في القصر الملكي ياك دخلتي للدار الكبيرة، الطيبوبة اللي كاين عند الناس، عند الموظفين، عند وانت غادي ديما الأذان الصاغية كاينة ياك. دونك علاش حنايا ملي كنشوفوا شي حاجه خايبه ما نوضش ونقول لا لا راه خاصها تكون هكا، لا علاش حنا نبقاو ساكتين وخليت تضرب الحيط وخلي ديما غضبه ملكيه وخلي حوايج اخرين وخلي التراكمات، وانا ماشي شغلي، لا انا مواطن كنبغي بلادي كنبغي ملكي، دونك غادي ننتقد وغادي نقول انتقاد البناء، حنا ما غاديش نسب ولا شي حاجه ولا غير هكاك. طبعا هذاك كيجرنا لواحد القراءه ديال الفيديوهات، الناس كيقولوا بان محمد دار الطوجني ملي فشل في تدبير الملف ديال جمعيه الصحراء المغربيه بغى يكسب الشهره على الفيسبوك. لا ماشي فشل، ماشي درنا شي حوايج اللي رائعين مستوى عالي بزاف، عاد غير في واحد الوقيته اللي حسيت بان ما يمكنش تزيد لقدام، علاش؟ لان لوبيات الفساد في ملف الصحراء كانت اقوى مني، كانت اقوى مني، كتحس بان كيزاحموك في هذاك الملف. لا ماشي كيزاحموا، لا ماشي كيزاحموا، فاسدين، واللي خلانا الى 2019 مازال كانت تخطو لوبيات الفساد. مزيان كاين الناس اللي كيما كتفضحهم حتى في الفيسبوك، لا كاينين الناس اللي عايشين كل ما كانت مخلوطه، كل ما المغرب كدوله بقى في المشكل ديال الصحراء كيتخبط، كل ما هما عايشين، كل ما الامكانيات الماديه كاينه موجوده، كل ما في الرباط راكعين. ملي كنقولوا راكعين اللي بغاوها هذوك الناس، الناس ديال القرار كيوفروها لهم. شكون هاد الناس من باب غير تلميح؟ كاينين اعيان، كاينين موظفين ساميين، انا عشت وشفت كيفاش البصري براسو كان في موقع قوه وكان كلشي، لان شاد ملف الصحراء، دونك الحسن الثاني الله يرحمه في النار هذا مخليه ايه كيسير وليد لومنا واللي بغيتي، ولكن بين في الصحراء لان في الصراعات ديالي انا كنت باقي يلا دخلت الملف وباقي صغير، وهذا اول اصطدام كان عندي مع البصري، لان ما تقبلش ملي كيقول لك انا غنقول لك اش غتقول ليه. الوغ انا عندي مع مولاي احمد العلوي حتى هو الله يرحمه، اللي واحد الوقيته وليت ساكن في الدار ديال مولاي احمد العلوي مخبي من دريس البصري باش ما يدوش ليا، كنت كنخرج بالسياره بالسائقين وكل شيء،
ديال مولاي احمد العلوي باش الاخر ما يمشيش ليا. دونك القوه ديالو كانت في ملف الصحراء. العنيقري، جنرال العنيقري، اول ما طلع الرجل القوي في اول 2000، اول ما طلع المخابرات اشنو دار؟ دونك شد مشى لملف الصحراء وكان خاصو رضا. دونك مني مشيت وكان دوي معاه. اذا انت اشتغلتي مع العنيقري في هذيك الفتره ديال معلوم معلوم. والنهار وباش كنقولها وكنعاودها من اليوم، ملي كيكون المصلحه ديال الوطن ديال بلادي ولا ديال الملكيه ما كيكونش عندي صاحبي، واخا نكون دوزت معاه اللي دوزت. هذا الشيء تيقولوا الناس بانك انت ربما بهذا الشكل وهذه العلاقات اللي ربطتي هي اللي كتامن لك هذيك الحمايه بهذا الشكل وكتحدى الجميع. في الفيديوهات اللي كتنشر ما كنتحدى حتى واحد وما كاين حتى شي واحد كيامنني. في الفيديو ديالي انا ما كنسبش، ما كنزلش المستوى، ما كنمشيش لشي حوايج اللي خايبين. الفيديو ديالي كيمكن الناس يعني تجلس مع وليداتك وتفرج وتستافد في الفيديو، ما كنقول شي كلام شي قدح ولا كنمشي ندير شي حوايج خايبين، لا كلشي عندي واضح. دونك ما عنديش علاش شي واحد يامنني ولا انا نقول راني انا راه 8 ديال الليل راه داخل مع وليداتي لداري ترونكيل، ما عندي هذا الهوايه ديالي كنهز الكاميو ولا جيت سكي ومشي مع ولادي. المهم نحر واحد المكالمة هاتفية. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي تفضل. الله يعطيك الخير. واش ممكن يكون تفضل تفضل الاسم الكريم والمدينة وتفضل. معكم هادي قام من تفضل. الله يبارك فيك. ارفع الصوت ديالك سي مهدي الله يعطيك الخير. الناس ديال اكادير كاملوا ما عارفين شنو الواقع وكلشي كيدزهم المحطه وكلشي كيشوفها بهذيك الحاله وحتى واحد ما كيهضر. ماشي يكون عندنا واحد السيد كاسي رضا انه كان مسؤوليه وهز واحد الفيديو وينشر ويقول يعني بحال اللي كيقول الناس ديال اكادير تحركوا حنا هذه واحد 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 حاجه فينا هنا انه ما كنهضروش على الناس ديال السوشيال ميديا دابا ما كنهضروش لا حشومه لا عيب لا خليهم. حنا خصنا نحيدوا هذا الشيء اللي كاين فينا باش نهضروا على البلاد ديالنا ان كلشي كيشوف اكادير انه واقف. اكادير في جميع المجالات واقف. حنا مثلا في المجال ديال الفن ولا الثقافه واقفين واقفين تماما ديال الصح يعني فينا هما هذوك بزاف ديال الزاكتيفيتي اللي كانوا كيديروا في اكادير ما كاينينش فينا هما. ولينا حنا خصنا نخدموا دابا نخرجوا كازا دابا خصنا نخرجوا الرباط دابا نخرجوا على برا مثلا باش نخدموا. وحنا كنمثلوا اكادير ولا كنمثلوا الهويه السوسيه والامازيغيه راه خص الناس ديال اكادير حتى هما يدعمونا. حتى حنا واحد النهار غادي نوقفوا نقولوا بارك علينا حتى حنا من واش حنا حنا كاع نمشيو حتى حنا على برا باش نقولوا حنا اوني دي زامازيغ اوني الناس من اكادير وكنلعبوا هاد الموسيقى ديالنا الفلانيه حتى حنا غادي نوقفوا لان ما كاينش واحد الدعم من الجهه المسؤوليه يعني في اكادير. يعني كنشكر بزاف السي رضا على المبادره اللي كيدير وكفى كفى كفى ما نهضروا على رضا ونقولوا لا مي شاف مي شاف راه الناس كيديروا ليه الناس كيفعلوا لا تبدا هادشي خلي السيد يخدم كيهضر على داكشي اللي كيدير. برافو ليه وحنا مورا وحنا كندعمو وما كرهناش حتى حنا اننا حنا كنا حتى حنا زايين كنا حنا كنديروا كل حاجه. دابا من جهتي انا كنتسنى كندير لي عليا واحد اخر من جهته واحد الامور كيدير ويدير لي عليا. دابا مثلا رضا شد ديما من الامور انه ينشر هادشي كيدير اللي عليه كل واحد من الجهات يدير اللي عليه لانه المهم هو انه صلاح اكادير. شكرا شكرا سي مهدي. سير رضا هذه المساله اللي شار ليها سي مهدي واش انت ما كتشوفش بان غدا ولا بعد غدا غتقلب واحد راي عام واحد الحشد ماشي كاع راي عام عندنا ضد المسؤولين؟ لا باش ندير شي حاجه ضد المسؤولين ولا ضد المنتخبون ماشي هو الهدف ديالي وهو هذا شي شويه كيهيج الناس لا يهيج الناس خصنا نهيجو ما عندناش مشكل ولكن انا ديما كنقول غدا يخرجوا في مسيره يحتجوا يديروا وقفه. لا لا احنا احنا مش الهدف ديالي ماشي هو مسيره ماشي هو وقفه لان داك الشيء كيجبد غير الصداع اللي ماشي هو داك الهدف. الهدف هو خصنا الثوره واحد الثوره مواطنه ثوره مواطنه. كيفاش الثوره مواطنه؟ ثوره مواطنه وهو غادي نقولوا وتحيه بعد الجميع الفنانه ديال اكادير ولا ديال الاقليم كله ولا جهه كاملين. صحيح بعدا بانه المجال الثقافي فيه واحد الركود كيف بزاف ديال المجالات وحده اخرى. ملي كنقول ثوره مواطنه وهو مثلا الفنانه ينوضوا ويقولوا غادي نديروا شي حاجه واحد الابداع كما بغى يكون اللي الفنانه غادي نوضوا غادي نقلبوا على الامكانيات وغادي نوضوا نخدموا وغادي نوضوا نديروا شي حاجه. الجمعيات المجتمع المدني حتى هما وكل واحد ينوض ولكن
كاينه واحد الحاجه، هادشي كله ما يمكنش يطرا الا ما كانوش التمويلات. ملي كنقولوا التمويلات، كاينين الناس الاغنياء كيف قلت اليوم، الاغنياء ديال اكادير، رجال الاعمال ديال اكادير، ما بغيناش داك راس المال جبان، بغينا بحال الناس في الدار البيضاء ولا في واحد المدن اخرى، كتلقاه ميسر عليه الله والمدينه عطاته ولا دار لي زافير، كيحط واحد المجال الثقافي كيعطيه. ما بغيناش حنا يعطيو الرشوه، ما بغيناش يعطي لي زونفلوب من تحت الطبله، لا انا فلان غادي ندير واحد الميزانيه ديال قد ديال الفلوس وغادي نمول بها مشاريع اللي هي زوينه ثقافيه رياضيه. وفجات والاغنياء اكادير من بعد الزنزال راه معروفين شكون هما الاغنياء اللي كانوا، معروفين في الجهه شكون اللي كان عنده الفلوس. دونك الجهه ديال اكادير واكادير عطات للناس، ولكن الناس ما عطاوهاش، ما نصفوش المدينه وما نصفوش الجهه، خداو الفلوس ومشاو بحالاتهم. هذا تجرنا المساله ديال نرجعوا دائما للفيديوهات اللي كتنشر في الصفحه الرسميه ديالك، تيقول بانه ربما سي محمد رضا الطوجني كيوجد لشي حاجه في 2021 انتخابات، غدا ولا بعد غدا غترشح حتى انت وغتبرز في الساحه. ما عنديش النيه باش نترشح لتا حاجه، هذه الاولى. ثانيا ما كان ما عمري صوت، ماشي ما عمري صوت، ما عمري تقربت لشي حزب سياسي. كتصوت بعدا في الانتخابات؟ مره واحده صوت. اذا ما كنت من المقاطعين؟ من المقاطعين، ومره واحده صوت وصورت وكنقولها وما كنخبيهاش، صوت للعدل والتنميه كتصويت عقابي. كيفاش عقابي؟ التصويت العقابي وهو الساحه السياسيه بحال هكا، طلع واحد الحزب اللي هو الجرار ياك، البام، واحد شي شويه تلقيناه، واحد شي شويه وقع ليا واحد الاصطدام، الا بغيت نسميه اصطدام، في كديميزيك مع الرئيس ديالو. شفت شي حوايج اللي انا هذاك السيد اللي كان يمكن الا طلع رئيس الحكومه كل المغرب مشى، سالينا هذا الموضوع. ما عرفتش انا، ما فهمتش انا كيفاش دعموا ذاك السيد وكيفاش تخلوه بهذيك القوه وذاك النفوذ اللي كانوا عنده. الحمد لله لعبت دور في كديميزيك اللي كان واحد دور جد ايجابي، وهذه غنتكلم عليها من بعد. هذاك السيد خرج علينا، بالنسبه ليا كان من واجبي نمشي نصوت على اي حاجه اللي كانت ضدهم انتقاما من هذاك الحزب، من هذاك الشخص، لانه كان غير واحد العدد ديال الناس اللي تا هما بحال هكاك. راه باش طلعت العداله والتنميه غير صدفه، بالتصويت العقابي عندهم الكليان ديالهم الا بغينا نسميهم، ولكن التصويت العقابي، وتما في الناس مشاو صوتوا ومنهم انايا. دونك انايا 2021 ما معولش على انتخابات ولا هذا، دونك خاص شي حاجه، ولكن ماشي معقول باش ما نصوتوش، ماشي معقول باش نقاطعوا. ما كنلقاش راسي في حتى شي حزب سياسي لحد الان، ما عرفتش شنو هو الحلول. انا شخصيا ما عرفتش شنو الحلول، ولكن واش الحل هو تناضل في الفيسبوك وما تدخلش لداخل المؤسسات؟ شكون هو هذا الحزب السياسي؟ هما الهيئات الحزبيه. شكون هذا الحزب السياسي؟ ما كان الحال. لا واش غادي تعطي واحد النموذج حتى انت اللي هو سلبي؟ واش غادي تقول انا ما غنترشحش، ما غنصوم، ما واش غنمشي انا للحزب السياسي؟ انا كنرفض نترشح، غتعطي واحد النموذج اللي لا انا متفق معك، راه كنقولها اللي بالتغيير ما يمكنش تحقق تغيير بالفيسبوك. اش من تغيير غادي ندير الا مشيت للاستقلال في الجهه؟ اش من ما داير والو، اشنو غنمشي للاحرار اللي جمعوا ما هبه ودب وكيدخلوا فيه لذاك الحزب؟ افين غادي نمشي؟ نمشي للاتحاد الشراكي؟ انا الافكار ديال الاتحاد الشراكي ماشي هي ديالي. انا معروف من ديما وعائلتي ولا شنو، حزب وطني، كلشي الاحزاب وطنيه الحمد لله، ملكي مليار في المية، وهذه ما عندنا ما نقولوا فيها. دونك ما يمكنش ليا نمشي ليسار موحد، ما يمكنش ليا ماشي افكاري ماشي قناعاتي، ما عنديش شي حاجه. هذه وحده. الثانيه كاين شي حوايج، لانه من ذاك القرب اللي كان عندي مع مولاي احمد العلاوي، مع اليامات العنيقري، واللي شفت من بعد العنيقري، وهذا كتشوف هضره ديال امناء عامين ديال الاحزاب السياسيه، كتشوف شي حوايج وفي الليل كتشوف حوايج اخرى، وكيخليك كي تيقولوا بيربلكس تالف، كتقول او هادو هما الاحزاب السياسيه اللي غدا غادي نمشي لهم انايا، واش هذا هو الحزب السياسي اللي غنمشي نناضل فيه؟ دونك راه كاين مشكل. انا كنقولها اليوم، مقاطعه انتخابات ما غتعطينا غير الكوارث، خصنا نمشيو. الانتماء السياسي الاحزاب خاص الواحد، ولكن الاحزاب خاصها تجي عند الناس، ماشي حنا نمشيو عندها، لان بزاف الناس ما غيصوتوش، بزاف الناس ما غاديش يمشيو. حاجه اخرى، كيفاش بغيتيني نمشي للحزب السياسي ونقولوا كاع غادي نمشي نتقدم للانتخابات بدون انتماء سياسي؟ اشنو غادي ينفع رضا بوحدو ودايرين بك كلهم هما؟ حتى حاجه. الا عندك الاغلبيه في جهه اخرى غيديروا فيك ما بغاو.
واخا نرجعوا للفيديوهات، انت قلتي في البدايه بانه كان عندك فريق عمل وكيشتغل معاك 14 واحد وربما حتى 15، ياك انت هو المايسترو ديالهم. هاد 15 شخص كيشتغلوا معاك، شكون اللي كيمولكم؟ لا كلهم ماشي سهل. لا لا لا، بان هاد الاشخاص كلهم يشتغلوا معاك بهذا الجهد وبهذا الوقت ويشتغلوا بالمجان، ماشي كل حاجه في سبيل الله. لا بدا ماشي مناضلين اولا، ثانيا الى اللهم كثر مناضلين الحمد لله. شوف الى جمعنا في 14 بعد 13 كلهم عندهم شركات ديالهم، زعما الناس ميسر عليهم شويه الله. انت ما عندك شباب، عندك غير طاقم تبارك الله. خاصك شويه الامكانيات، كيمكن لك تكون شاب ولكن خاص يكون عندك واحد الريزو ديال العلاقات في الادارات، في الاداره العموميه، الادارات الاخرى اللي يمكن لك تخرج المعلومه، لان راه كتخدم بالمعلومه هي باش هي راس مالك. الحمد لله اليوم وصلت بان المعلومه هي ولات كتجي، كتلقى مسؤولين موظفين في ادارات عموميه شباب ولا غيرهم اللي بغاو واحد المغرب جديد، بغاو الامور تبدل، ولا هما كيجيو تغيير الاغلبيه. عندنا اطباء، كيجيبوا، وكاين دي زانفيرمي، وكنحييهم واحد العدد ديال لي زانفيرمي شباب بنات ودراري اللي هما كيجيب لك فيديوهات من داخل قاعه الجراحه وكيقول لك شوف الفضائح اللي كاينه. وهذا الشيء فيه شويه ديال الاخلال المهني بالنسبه لهم هما. مزيان، لان احنا ما نشروش، ولكن كنعرف انا كم بحال قلتي ادوات العمل سي لا باز باش غنبدا الخدمه. كيقول لك بغينا التغيير، هادنا كلشي باغي التغيير، راه خصنا غير واحد ليليمون ديكلونشور، خصنا غير شي حاجه، راه المغرب غادي يكون رائع، الجهه غتكون زوينه، راه خصنا غير شي مسامر الميدا يحيدو، راه كلشي باغي التغيير، ما كاينش شي واحد. واش مسامر الميدا يتحيدو غير في سوس ماسا ولا في المغرب كله؟ انا كنقول نبداو بعدا براسنا في اكادير والنواحي، الاخرين راه غيتبعونا. ياك ما غتوسع هاد الفيديوهات ديالك، لان المركز غدا غير على اكادير زكاد شايره هاد المحور، واش غتمشي توسع لمدن اخرى ولا غيتسناو النوبه ديالهم؟ لا غتوسع، ماشي ما غنكونش فيها انا، كاين ناس اللي راهما دابا. اذا درتي شبكه انت ديالك ديال العلاقات كاينه خدامين بها، ومني غادي غيظهروا في هذه الفيديوهات ناس اخرين اللي سيقلدون محمد رضا الطوجني في الصفحه. غير كان دابا راه حنا بحال اللي قلتي كل خطره كيجيو جوج ثلاثه لعندي لهنا الاكادير كتيستيهم، ماشي كنتيستي، لا كندربهم على الطريقه ديال التصوير، كيفاش يمكن لك في الخطاب ديالك يكون رزين، يكون ما كيقدحش الناس، ما فيش حاجه قليل الحياء، وكيفاش يمكن لك تدخل لبعض الادارات ولا هذا وتخرج المعلومه، وكيفاش المهم بزاف الحوايج. انت داك الشيء تعلمتي مع العليقري وداك الشيء بغيتي تطبقه؟ معلوم معلوم الحمد لله. طبعا هذه الطريقه ديال التصويت الطريقه نحر واحد المكالمه هاتفيه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سيدي تفضل، اسمك كريم؟ محمد من مدينه بيقرا. مرحبا سي محمد تفضل. مازال ما وصلكم انتم الفيديوهات ديال بيقرا؟ النوبه ديالكم باقي؟ كلشي مزيان ان شاء الله، بعض المناطق الاكثر يعني تهميشاً، خاصه مدينه بيقرا ومنطقه سميده تعليره، حيث الفساد والفضائح، وهذه المناطق كثيره يعني الاحداث ديال المعارضه، يعني الاحداث ديال اثر المعاصره، ونتفق يعني ما يمكنش يعني شي حاجه اكاديميه يمكن كثيره على الحكوميه، ونتمنى ان شاء الله تكون شي زياره لمدينه بيقرا وسميده تعليره. شكون اللي غيزورها؟ قناة ريمان ولا؟ نعم قناة ريمان، نديرو شي روبورتاج إن شاء الله تما ولا؟ إن شاء الله مرحبا بكم، غيكون في بيقرا ومنطقة تعيرة، يعني إلا جيتو لبيقرا غيشوفو فضائح، يعني فضائح في كلشي، ما يعني الأوساخ، يعني السوق كارثي، يعني المهم نتمنى إن شاء الله نديرو شي زيارة لبيقرا وأي زيارة، بيقرا فيها تعيرة فيها أكثر من 100,000 ساكنة. ما فيهاش مرحبا بكم. مرحبا، شكرا جزيلا لك. نرجعوا لهذه المساله اللي قلت لك، طريقه وخطاب يكون رزين. في المكتب، في البيان الاخير ديال البلاغ الاخير ديال المكتب الجهوي للنقابه الوطنيه للصحافه، اعتبرت في بيان بانك هو ميساج بشكل غير مباشر انك كتنتحر صفه صحفي. شنو هو الدفع ديالك في هذا الشيء؟ نعم باش تنوض وتصور فيديو وكذا وتكون عندك هذه الاريحيه بهذا الشكل، يعني يوميا نقولوا اسبوعيا كتوقع الصحفيين كيصوروا وعندهم بطاقه مهنيه وكيخرجوا للشارع وكيصوروا وكيوقفوهم الامن تيقولوا ماش كتصورش بهذه البطاقه، السي رضا الطوجني كيصور بكل اريحيه ما كاينش اللي كيوقفوا. هذا بعد اللي كيقول هذا الشيء ماشي صحفي اولا، لان لو كنسمع الفيديوهات ديالي واش كنقول غادي يفهم بانه ما كنقولش صحفي. اش كنقول في لي فيديو شحال من خطره كنقول انا كمواطن عادي
لا ولكن هذيك ومن حقي. السريضه هذيك الحريه باش كتصور، انا شخصيا ما نقدرش، واحد معانا ما علاش؟ يقدرش يدير علاش؟ داك الشيء، علاش؟ ما علاش؟ بهذيك الحريه وبهذاك. هادو اللي كي اللي في يوتيوب كاينين ناس، ولا في انستغرام كتلقى تابعينه مليون ديال الناس، مواطن عادي تابعينه مليون ديال الناس، وكيدور دوره في العالم وكيدير لي فيديو وداك الشيء وعادي، وكيدوي على احنا غير المغرب، غير المغرب ماشي العالم. لا 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 كيدور في العالم، كاين دابا ولد انزكان راه كيدور في العالم كله، وتابعينه تقريبا 700 الف واحد يوميا، وكيدير واحد لي فيديو صغار في انستغرام وداك الشيء وعادي، غادي عادي، ماشي نشوفوها من الجانب هاد الصحفي اللي كيقول هاد الشيء نرد عليه. لا هادي ماشي صحفي، هادي نقابه مهيكله مؤسساتيه منظمه كتخرج بيان غير مؤخرا، واحد البيان وكتقول بانه كاينين الناس كينتحلوا صفات صحفي وكيمارسوها بكل اريحيه وكل حسب الاعضاء ديال النقابه ما كانوش كيعنيوني انايا، هذه الاولى. اذا انت لا يهمك هذاك وما معني به، ما معني ليه هما، لان في الاول ملي قريتها قلت هادو شنو هادشي، لان راه كاين عندهم خلل. ملي تكلمت معاهم قال لك اسيدي لا ليس بمعني بهذا الامر، هذه وحده. انت ما كديرش الصحافه الان، ما كنديرش الصحافه، الصحافه كاين مشروع اعلامي راه كنوجد فيه، عندك مشروع اعلامي ياك ما غيكون بحال السابق ديالو ويفشل. ما لا راه اللي قبل ما فشلش، ما فشلش غير وقف. هذاك جات واحد الصباح المخابرات الخارجيه ديال بلادنا قالت لك وقف المشروع. اذا كان هذاك فيه تمويل ديال المخابرات ديال معلوم كان فيه تمويل. طبعا رجعوا هذه المساله ديال وخصنا، شوف عافاك، وخصنا ما نحشموش وما نخافوش. كان طرحوا الاسئله بكل اريحيه، شوف وكاع الانتظارات ديال الناس. انا كنناضل وديما كنت كنناضل باش لا ديستي ولا جيت والجيش الملكي يكونوا اداره من الادارات العاديين. انا كمواطن، انت سعيد سمعتي شي خبر، عندك شي حاجه مهمه اللي كتهم امن البلاد، كتهز طوموبيلك وتمشي للمقر ديال لا دي اس تي وتطلب ميعاد مع نوفيسي تما، الله يخليك عندي عندي عندي. هذا اللي يعسي الناس، ديك العقده ديال مخبير ولا ما عرفتش تمشي تبركك بجارتك ونقزات وما عرفتش التخربيق. لا عندي شي حاجه كتهم امن الدوله نمشي عند لا دي اس تي، الله يخليك. هذا المعلومه لانفورماسيون ديما كتقدر تولي من بعد غونسينيومون، دونك مزيان خصنا نقدروا نمشيو. لا جيت عندي شي حاجه في الخارج، سمعت كنت مواطن ما عرفت شنو، خصني نمشي ونلقى شي واحد اللي نتحاور معاه. للاسف اليوم لا ديستي الامن الوطني وهذا قدروا يوصلوا لهذا الشيء. اليوم لوفيسي ديال لا ديستي ولا عنده لو ستاتيو ديال اوفيسي ديال لا بوليس جوديسيال، دونك يمكن يدوي معاك، ما بقاش مخبي. لا جيت ما وصلت لهذا الشيء، بقات بداك الشكل الاركايك، داك الشيء القديم ديال بحال قلتي الحياه وقفت في السبعينات. هذا الشيء كيجرنا لواحد الصوره عرفتيها تنشرت مع العمل ديال انزكان وطارت الكثير من القلق. بغينا نفهموا هذيك الصوره ونفهموا معنا المتابعين شنو الحقيقه ديال هذاك الشيء. يا اخي هذاك السيد ياك ماشي شي فيديو كنت بغيتي تنشره وقفتيه لا لا، هذاك السيد صديقي اللي مده سنوات لا هو لا زوجة ديالو لا وليداته، ياك زعما ما عرفتي شكون اللي صورك في هذاك الشكل وكذا؟ لا عرفته من بعد. لا من بعد عرفناه، لان بالكاميرا ديال لوطيل عرفناه، وكان يمكن نمشيو نجروا القضاء وعادي غتجروا القضاء وديك الساعه. واش ما حرجتكش هذيك الصوره شي شويه؟ لا ولا اعتبرتها عاديه؟ ما غنزلش انا لذوك المستويات وما تابعتش قضائيا السيد، ومني عرفته عيطت لهم في التليفون وقلت له راه حشومه الاخلاقيات المهنه. كان يمكن لان هذاك السيد موظف ديال الدوله، حنا علاش حنا سميتو؟ لان كنت تسنى غير واحد نص ساعه كان غيجبد السكوب مالو، لانك تجالس مع موظف سامي كان تما، وكنت جالس معه صديقي، ومني جا الاكادير عيط ليا وقال لي رضا اجي نشربوا قهوه، قلت لي بلاتي غنسالي مع السيد وانا معاك، وجلست مع اشنا هو ما لا تحرجوني. كان جلس مع عاد، شوف كما كان جلس مع موظفين ساميين في الدوله، راه كيمكن لك تلقاني مع غارديان ديال الطوموبيلات، كيمكن لك تلقاني مع حشيشي، تلقاني مع مواطن عادي. وهذا الحشيشي كتبلغ به الا تلاقيتيه بعدا. ملي كنقول حشيشي ماشي ان ديلور، ماشي بائع مخدرات كي كونسوميهم. صافي مزيان. هذه المسألة ديال التمويل، هذا العمل قلتي عندك طاقم في 14 واحد وانت 15، شحال كيكلفك تقريبا؟ شخصيا الاخوان كل واحد مكلف براسه. يعني ملي كتقول طوموبيلاتهم غادي يدير وما عرفت شنو، كلشي داكشي كيديروا اخرين تطوع، كل واحد شغله كل واحد يعمر البلان ديالو. انت دابا رضا طوجني شحال كيكلفوا هذا المشروع؟ خصو تمويل. كيكلف مكلف شحال تقريبا؟ مكلف بزاف. ملي كنقول مكلف بزاف
كتعرف بان انت كتحدث على ان عندك كاميرات سوفيستيكي كاين وشي حاجه متطوره كاين. ربما لا هذاك عشرات المرات من داكشي اللي عندنا في هذاك الايمان. هذاك الشيء استثمار ديالي شخصي واللي غادي يبقى ليا بزاف ياك ما كتصورنا بعدا انا ولا شي حاجه. لا 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 ما تخافش ما تخافش. ولكن بحال دابا السياره انا عندي اسونس 8 سيلندر اسونس دونك كتكونسومي بزاف. ملي كتمشي غير واحد ثلاثه المرات الانسكان وكتجي راك حرقتي واحد 30 الف فرانك ولا 40 الف فرانك ديال ليسونس تقريبا. واحد الكلفه التقديريه شحال كيكلفك داك الشيء في الشهر؟ كثير ما بغيتش ندوي فيه. وهادشي منين هاد الفلوس منين كتجيبهم؟ لا كاينه شي جهه كتمولك؟ لا لا عندي مشروع، عندي مشروع الحمد لله اللي دابا راه خمس سنين في الدار البيضاء. شركه اللي بديتها انا وواحد واحد الصديق في لي نوفيل تكنولوجي، بديناها صغيره الحمد لله دابا وصلت لواحد المستوى اللي هو زوين بزاف. عاد عندي واحد لو سالير اللي كناخذه عادي من تما كاسوسيي معاه الحمد لله، معيشني ومعيش وليداتي وبخير. اذا من فلوسك الذاتيه كتمول هادشي؟ ما كاينش شي جهه اخرى؟ شوف لو كانت شي جهه اخرى كون باش نمشيو، لو كانت شي جهه ديال الدوله كون شتي الامكانيات الكبار. ملي كنقولوا الامكانيات الكبار كون شتي ما عرفت شنو الامكانيات كبيره. لو كان شي واحد كيمولك ما تقدرش تبدو. انت كتشوفني انا راه من اخ النوش لهذا الفلان فلان ما عنديش مشكل. غدا ولا بعد غدا يقترحوا عليك تمويل؟ ما كاينش. لا مقترح عليا وتقترح عليا هذه اسابيع والاقتراحات كيجيو وتقريبا ليدي ممدوده الى يومنا هذا. وكترفض هذوك اي واحد انه تكون تحت الرقابه ديالو يمولك؟ شوف النهار نبغي نكون بحالي بحال شي وحدين اللي بغى غير الفلوس ويتقنت اسهل ما يكون. غنخويا قادر وغادي نمشي جوايه اخرى وغادي نتخشى بحالي بحال الخوت وغادي ندير الفلوس. واش بالمقابل انت تعرضت عليك واش كيقولوا الناس بانه احيانا محمد رضا الطوجني كيدير العكس ديال هذاك الشيء انه كيضغط على ناس بمقابل انه لا لا هذه هضره كتقال لغه بين قوسين لغه الابتزاز لغات هذيك لغات الفاشلين اللغه ديال الناس اللي ما قدرش يدوز لك. اش كيخرج كيقول لك رضا راه دار هذه الابتزاز ياك؟ ايوا قول لي نعطيك انا واحد السيد كنحترمو بزاف وغنذكرو بسميه كنحترمو بزاف كنتفاداو بسميه لا 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 ما عنديش مشكل. لا ما عنديش مشكل ما عنديش مشكل لانه هذا السيد هذا صديق الدراسه هو بالحسن كنتشوف انا وياه ديما. علاش كنحترمو؟ لان كنسلخو كنقول لي حسن هذاك لوزين ديالك كيلوت. كيقول لي رضا راه غنشوفو الحلول حنا نرحلو. كيقول لك من دابا عام كاين اتفاقيه صادقه عليها مجلس الجهه انه شغل من دابا عام ولا عام ونص. يعني الا درنا جوج طون ديال المواد السامه اللي كتطلع في البحر 60 طن في الشهر ضربها في 12 شهر ما مقبولاش. بحال اللي قلتي بسعه الخاطر ياك علاش هو منو تيدعيني؟ علاش ما يسلم ما يشوفني؟ انت صاحبه ربما. لا علاش ما يمشيش ولا دايرين شي مسرحيه بيناتكم؟ ما يمكنش ما يمكنش تكون مسرحيه. شي واحد ما كاينش رجل اعمال اللي يقبل هذوك الانتقادات. ولكن ملي كيتلاقاني في القهوه كنجلسو كذا كنعطيه وكنساو الموضوع كنشربوا قهوه عاديين صحاب كندويو على اكادير كندويو على المجال. ولكن في لا غدا ولا بعد غدا الفيديو عليه. علاش غتكون مسرحيه؟ امتى محمد رضا الطوجني يمشي الباقي جالس من الشتوكه ايتبه من بيقرا انه يوصلوا باقي الملفات؟ كنت هادي متى ستتوعد باقي الاخرين من يوصلوا من الحظ ديالهم من الشظايا ديالك؟ كنا كنت هادي واحد الشهر تقريبا في بيقرا مشيت جوج مرات واي تعميره وهذا. الاخوان ديالنا خدامين دابا على شي ملفات اللي راها غادي نبداو فيها يمكن من هنا واحد 10 ايام 15 يوم بعد العيد. شي حوايج خايبين لان جرائم ضد البيئه، جرائم ضد العمال تما ديال الضيعات الفلاحيه، جرائم تما ماشي غير بيقرا كاين تيزنيت كاين طاطا. لا 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 غتصبح طاطا. لا 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 تارودانت طاطا. لا لا عندنا تارودانت بيقرا هوارا تيزنيت حتى هي جرائم في سميتو في الاراضي تما داك الشيء فظيع اللي كيرتكب. المهم كاين شي حوايج مفاجات زوينه جايه. واش غدا ولا بعد غدا الا كان شي جهه في الدوله قالت لك وقف هذا الشيء غيوقفوا محمد رضا الطوجني لان لن يكون في صالح الناس الدوله او في صالح جهات معينه؟ لا هذيك الساعه نزحوا يجي ونقول لهم الله يعاونكم وامشي بحال هاتي. فين غتمشي؟ غنخرج المغرب لان ما غنرضاش باش يجي شي واحد. وما كنظنش بان شي جهه في المغرب غادي يمكن لها تجي وتقول لك رضا حبس الفيديوهات. علاش؟ لانه انا كنمشي للصالح العام والدوله ما عمرها غدافع على عمر ولا زيد
ولا شي مفسد وتقول لك رضا حبس، ما عمرها غتكون، فهمتي؟ ما يمكنش. ما انا كنشوف دوزت سنوات وعارف العقليه وعارف كيفاش كيخدم، ما عمرهم يديروها. ولكن نقولوا الحمد لله دابا ما كاينش الحماق بحال العنيقري. يمكن في عهد العنيقري كان يمكن هادشي يدار، واخا اشتغلتي مع زمان كانوا الحماق ذاك الوقت، كانوا حماق. والنهار النهار شفت شي حوايج خايبين جايين في الطريق، سجلته صوتا وعطيته للمسؤولين اللي كبر منه. تيقولوا بان نختموا بهذا السؤال ما قبل الاخير، بان محمد رضا الطوجني ما تنشرش فيديو الا لخضع للرقابه من طرف وطلعوا عليه اجهزه ديال الدوله وشافوه، واش هذا الشيء صحيح ولا ماشي صحيح؟ لا والو. وتقول وانا غنقول لك واحد الحاجه، يمكن نورمالمون خص هاد الدار معنا، يمكن ناس اخرين، ولكن يمكن عندهم ثقه فيا بانه الصالح العام هو اللي خدام. شوف لو كان الابتزاز، اذا ما كاينش هادشي، لا ما كايناش، ما كاينش، كدير داكشي وتمونطيه راسك وتطلقو صافي. وثانيا لو كان الابتزاز، لو كان هذا اجهزه الدوله ما نعساش، لو كانت شي حاجه عوجه كنت داروا لي كرم الضيافه. كنشكرك سي محمد، انا اللي كنشكركم، كنتمنى لكم التوفيق، وكنشكرك على الصراحه ديالك في البرنامج، ونتمنوا انه نلتقيو في فرصه ان شاء الله مقبله ان شاء الله. سيدتي وسادتي، باسمكم نكون بهذا قد استوفينا حلقه اليوم من البرنامج من فات للنقاش التي استضفنا من خلالها محمد رضا الطوجني النشط على مواقع التواصل الاجتماعي. نضرب لكم موعدا الاسبوع المقبل في حلقه جديده وموضوع جديد. الى اللقاء، تبارك الله عليكم.